جبناها قطعناها، ما بتتسلقش وبعد كده تتقطع، لا بتتقطع قبل ما تتسلق. بقطعها كبيره شويه كده عشان انا عارفه ان هي هتكش، ما تقطعيش قطع صغيره على قد اللقمه وترجعي تحطيها في النار فتكش زياده، تلاقيها بعد كده مش باينه، تلاقيها بعد كده مش باينه. فعلشان كده نقطعها قطع متوسطه، يا دوب على ما تخس او تكش في الماء في الشوربه، يبقى يا دوب ايه، بسم الله الله اكبر، يبقى يا دوب على قد الحته اللي احنا ايه عايزين ايه. وتدعكي تدعكي تدعكي لحد ما تنزلي كل اللي فيها، تنزلي كل اللي فيها وتبقى بتنور كده. ارجع بعد كده ولا بحط برضو عليها ليمون، الليمون بيصفرها والخل نفس النظام بيخليها بتشد وفيها عضل. رجعت بعد كده رحت ماسكاها مقطعاها بالشكل ده وصفيتها كويس. حله سخنه على النار، ولا يتحط فيها سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، سخنه على النار وتكون سخنه قوي. ليه سخنه انا قوي؟ علشان اول ما انزل الكرشه تاخد الصدمه معايا وتتلسوى. خدت الصدمه معايا وتمام وزي الفل، ارجع بعد كده اقلب. معنى ان انا اقلب دي هتعمل ايه؟ بتبك ميتها وتشربها. يعني ايه يا نونه تبك ميتها؟ يعني بتنزل ميه، تنزل الميه وتشربها. ابدا ان انا احط لها سوائل بقى من بره، وما تبقاش ميه من الحنفيه، لازم تكون ميه مغليه، لازم تكون ميه مغليه عشان ما توقفليش السوى بتاع الكرشه نفسه. تمام؟ استوت معايا وتمام وزي الفل. مجرد ما تستوي وامسكها بايديا احطها في بقي والاقيها ايه؟ بتتقطع بسهوله، اجي احط ايه؟ عليها، اروح حط عليها حمص. حمص طبيخ، في ناس بتحبها بحمص الطبيخ وفي ناس بتحبها سادة. انا هحط حمص الطبيخ كده واروح منزله. انا النهارده عامله مثلا اللي انتوا شايفينه ده 2 كيلو كرشه، بتخس جامد. دول 2 كيلو كرشه، بحط عليهم كيلو بصل. ال 2 كيلو كرشه بحط عليهم كيلو بصل، وكيلو البصل يكون مفروم خشن بالشكل ده. حطيت البصل مع الحمص، مع هحط دلوقتي ملح، هي كده تستوت، فانا محتاجه ان انا املح بقى. حطيت ملح فلفل اسود واسيبهم مع بعض شويه، وبعد كده احط الصلصه المتسبكه في الاخر. يستوي الحمص، تكون الكرشه كمان استوت والتكه اللي فيها او العضه اللي فيها استوت هي كمان، تظبطي الملح بتاعها والفلفل والحياء، وصحتين وعافيه على قلبك. احلى وانضف كرشه ممكن تاكليها بالشكل ده. اغطي واسيبها تغرق مع نفسها. يعني ايه تغرق مع نفسها؟ يعني السخونيه تبدا تسوي الحمص، تبدا ان هو البصلايه تدبل برشه الملح والفلفل الاسود اللي انا حطيتها دي، مجرد ما تستوي خلاص انا اصلا متاكده ومطمنه ان الكرشه عندي مستويه. ارجع بعد كده اروح حاطه لها بقى الصلصه وخلاص على كده. طيب ادير طاجن الكرشه بالحمص معانا على الشاشه، بيقول ايه يا حمدي؟ معايا كرشه مسلوقه مكعبات، وقلت لكم نغسلها ازاي ونسلقها ازاي عشان تطلع معانا بالشكل ده. حمص طبيخ يا دوب هو طمن كيلو او كبشه بايديكي كده اهوت، تنقعيها في ميه سخنه علشان تبدا ان هي اما تيجي تحطيه على النار يستوي على طول. معايا بصل مفروم، فلفل حامي مفروم بس مش هحطه دلوقتي، هحطه مع الصلصه. معايا صلصه طماطم متسبكه، ومعايا ملح وفلفل اسود، اكتر من كده مش عايزه. كوارع الا كرشه مسلوقه وتمام مستويه تمام، نزلت بالحمص، نزلت بالبصل، رشه الملح ورشه الفلفل الاسود، هبدا ان انا اغطي عليها عشان الحمص يستوي. مجرد ما الحمص يستوي انا مطمنه ان الكرشه مستويه، هرجع انزل عليها بعد كده بالصلصه المتسبكه كويس قوي بالفلفل الحامي وخلاص. تغلي بقى غلوتين ثلاثه وتاكلوها وصحتين وعافيه على قلبك. بص كده يا حمدي، شايفين؟ اروح جايبه الفلفل الحامي، يلا بينا نطلع حالا عينينا، وانزل بصلصه الطماطم المتسبكه بسم الله، وتبلي بقى ملح وفلفل اسود وسيبيها على النار تهري مع بعضها شويه كده وتغلي غلوتين ثلاثه وصحتين وعافيه على قلبك وقلب كل اللي ياكل. وتسلم ايديكوا على كل حاجه بتعملوها. حبه الفلفل الاسود وشويه الملح، وبارك الله فيما تحب.